حادثة أليمة راح ضحيتها 5 أطفال جراء اختناق في داخل مركبة، حادثة حفرت في عقول وقلوب من سمع تفاصيلها. وبلقيس، هذه الطالبة المدرسية قررت أن لا تتألم بصمت وتساهم فعلياً في الحد من تكرار الحادثة بجهاز من اختراعها. فكرة عبارة عن جهاز أو دارة كهربائية توصل مع دارة فتح النافذة في السيارة، فتستشعر نقص الأكسجين فتقوم بالتحكم بفتح نافذة السيارة. ولكونها طالبة مدرسية بموارد علمية وفنية متواضعة، صعوبات كثيرة واجهت بلقيس لتحويل فكرتها إلى واقع. الصعوبات اللي واجهتني هي البحث طويلاً، خد وقت كبير، وكمان البحث عن مهندس يساعدني في إنجاز هذه الفكرة. وحتى يرى هذا الاختراع النور، قامت الحاضنة الشبابية للإبداع والتميز في تبنيها وإرشادها في سوق العمل. الحاضنة الشبابية هي وجدت في منطقة الجنوب من أجل رعاية المبدعين والمخترعين الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والخلاقة. الأخت بلقيس برجية تعرفنا عليها عن طريق وسائل الإعلام، قمنا باحتضانها بالحاضنة الشبابية. طبعا مدة الاحتضان راح تكون لمدة 3 شهور، في هاي الفترة راح تكون الحصول فيها على البراءات الاختراع الفلسطينية، وكذلك عمل البروتوتايب المنتج الأول من أجل البدء في خطة تسويق لهذا الاختراع. اختراع تعمل بلقيس على تسويق فكرته، عسى أن تنجح في استقطاب ممول يدعمها لإخراج الجهاز كمنتج يباع في الأسواق. بعد تجربة أليمة، إذن جاءت لبلقيس فكرة هذا الجهاز الذي تطمح لتطبيقه عملياً بمساعدة الفنيين بعد تسجيل براءة اختراعه، آملة في أن يساهم في الحد من حوادث الاختناق بسبب نقص الأكسجين داخل المركبات. من بيت لحم أنسام سلمان، لليوم على الحرة.